الراديو 90 هواها مصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مع راديو 90 الراديو الأشهر والأحسن في مصر. بقول لكم نورتونا واشتقت لكم من امبارح، والواحد طبعا يعني بيبقى صعب عليه ان هو يقعد يعمل اكل وحاجات جميلة زي كده، والواحد ريقه ناشف وصايم، وانا شخصيا بحب الاكل بصراحة يعني يعني انا من الناس اللي بحب الاكل يا جماعة. وعاوز اقول لكم على حاجة، في ناس تقول لي النفس ده يا جماعة، ما ناس كثيرة ما تعرفش يعني النفس، مش النفس ان انا انفخ في الاكل ولا الكلام ده كله، النفس ان انت تعملي الحاجة وانت مبسوطة، ان انت تبقى حابة ان انت بتطبخي لأهلك او لعيالك او لجوزك او للناس الضيوف اللي جايين لك او الكلام ده كله، تبصي الاكل يطلع جميل. ان انت لو واقفة في المطبخ وانت زهقانة وتعملي الاكل، عمر الاكل ما يطلع حلو. فهو ده النفس، ان انت تبقي واقفة. انا والله يا جماعة وانا واقف بشتغل والله ببقى حابب اللي انا بعمله، وببقى مبسوط جدا عشان الحاجة كده بتطلع، عارفة بتبقى يعني تحس ان هي فريش، تحس ان هي الانطباع اللي جواكي نزل على الاكل، تحس ان انت ايه الاكل طالع كده بيزغرط يعني حاجة شهية. بسم الله ما شاء الله. النهاردة يا جماعة هنعمل اكلة برضو حلوة كده المصريين بيحبوها وبيحبوا ياكلوه على طول، اللي هو كشك بالفراخ. احنا عندنا شوية شوربة من امبارح بتوع الفرخة اللي احنا سلقناها وعملنا عليها ملوخية، النهاردة نعمل عليها شوية كشك، ونعمل جنبها برضو حاجة خفيفة كده، مثلا ممكن ان احنا نمشيها النهاردة ايه يعني حاجات بسيطة، كشك، سمبوسك، لو عندك مثلا شوية بطاطس مهروسة نمشيها النهاردة، اكلة ايه خفيفة مننا ان احنا نبقى مبسوطين، ومننا ان احنا نعرف نصلي ونعرف نروح ونيجي والكلام ده كله. النهاردة لو انت عندك شوية شوربة، انت هتجيبي كوباية زبادي وجيبي فنجال دقيق، وتضربي الدقيق بالزبادي وتحط عليه فنجال حليب وتضربيهم مع بعض، وتحط عليهم شوية الملح الصغيرين وتقلبيهم تقليبة كويسة وتركنيهم على جنب. انت يكون عندك شوية الشوربة اللي انت عاملاهم، سيب الشوربة تغلي وتبدأ تنزلي بالخليط اللي انت عاملاه ده مع الزبادي والحليب والدقيق والكلام ده كله، وفي ايدك المضرب، انت بتصب بايد والمضرب شغال بالايد التانية، وكون النار واطية، توطي النار على الاخر، وبعدين تفضلي تقلبي، هتبص تلاقي الخليط ده بقى عامل زي ايه، قرب يخش على البشاميل. ما تخلوش يقعد بقى معاكي جامد، ما تخلوش يمسك جامد، اول ما تحس ان هو بدا يمسك طلعيه من على النار على طول، وتعصري عليه ليمونه او ليمونتين، لو انت بتحب ليمون كتير حط ليمونتين، وتعصريهم طبعا من غير بذر ومن غير التفل بتاع الليمون، ومقلبها تقليبه، وان شاء الله تبقى اكله حلوه. وبعدين تجيبي بقى الايه شويه التقليه الحلوين بتوعهم، زي ما قلنا ان احنا نجيب شويه بصل نفرمهم ناعم، وبعدين ناخدهم جوليان كده ناعم، وبعدين نحط عليهم رشه دقيق، وتحط عليها سنه ملح صغيره، وانت بترش الدقيق حط سنه ملح صغيره، ذره ملح بايدك كده، وقلبيهم مع بعض، وبعدين الزيت يكون سخن تنزليه وتقلبيه، وبعدين تطلعي التقليه دي. في ناس بتسيبها لما تتحرق فهتمرر منها. طب احنا نعرف ازاي يا شيف؟ احنا لما اللون يبقى براون اللي هو اللون الذهبي نسيبه تغمق سنه صغيره، بعد ما تغمق سنه صغيره تبدا تطلعيها. ليه؟ ان هي هتفضل محتفظه بالحراره بتاعتها لمده 20 ثانيه او 15 ثانيه، تفضل سخنه، فهتفضل تغمق وهي عندك في الطبق، فانت لما تطلعيها قبل ما تغمق، ومسايباها بص تلاقي لونها بدا يغمق. في ناس بقى بتغلط تحط البصل كله على بعضه فيطرى منها، يبقى طري كده ويبقى وحش. لا، انت لازم تفرديه وتسيبيه في حته هوا، تبص تلاقي البصلايه نشفت ومسكت نفسها، بعدين انت تيجي تقوم صبه الكشك في كذا طبق. في ناس تحب كشك سخن، في ناس تحب كشك ساقع، اللي بيحبه سخن يحط عليه كده، واللي بيحبه كده يحط عليه كده. وهكمل لكم ده، بس هنروح فاصل ونرجع تاني عشان اكمل لكم الاكله الجميله بتاعتنا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طبعا احنا قلنا النهارده هنعمل كشك. كشك ده طبعا احنا قلنا الطريقه بتاعته، بس هنذكر الناس تاني كده في السريع. احنا جبنا الدقيق وجبنا كوبايه دقيق وجبنا كوبايه زبادي، وحطينا نص فنجان حليب، وقلبنا ده كله مع بعضه،
وبعدين نزلنا بالخليط على الشوربة. طب في ناس بيبقى عندها بواقي فراخ، يعني قطع فراخ كده من الدبوس من الجناح مش عارف ايه الكلام ده كله، ممكن تقطعيهم ومحطاهم مع الكشك وهو بيتقلب. وبعدين احنا قلنا البصلاية وقلنا التقلية بتاعتها، بعد ما نحط التقلية ونقدم الكلام ده كله احنا نجيب بقى ايه السمبوسك. السمبوسك سهلة يا جماعة ومن الاكلات الخفيفة، وياريت دايما نخليها موجودة على الفطار باستمرار، كل يومين كل ثلاثة انت بتجيبي السمبوسك. السمبوسك بقت سهلة جدا، بقت موجودة متوفرة عند اي واحد بتاع كنافة النهاردة، هتلاقي عنده السمبوسك وهتلاقي عنده الرقاق وهتلاقي عنده الجلاش وهتلاقي عنده الكلام ده كله. انت تجيبي لفة سمبوسك وخليها عندك، وانت قاعدة كده بعد الفطار وصليت التراويح وظبطت نفسك ابدأ الف فيها. عندك حتتين جبنة باقيين من السحور، قطع عليهم شوية بقدونس، قطع عليهم مثلا قرن فلفل حامي، حط عليها شوية فلفل اسمر ما عندكيش، وقلب الجبنة دي مع شوية جبنة موتزاريلا صغيرين، عندك جبنة براميلي، عندك جبنة خفيفة الملح، اي جبنة حط الجبنة ديت وقطع عليها شوية جبنة موتزاريلا، وحط عليها اي شوية حاجة خضرة، بلاش طماطم يعني، حط مثلا فلفل اخضر، فلفل حامي، تحط عليها فلفل اسمر، وقلبي ده كله. وبعدين تاخدي نقفل السمبوسك زي الحجاب. ازاي الحجاب؟ انت الاول بتعملي اكنك بتلف قرطاس كده، نص قرطاس، هتلف فيها اللفة الاولى تحشي خلاص مسكت نفسها، ابدأ لفيها عكس بعض، واحدة يمين واحدة شمال، واحدة يمين واحدة شمال، في الاخر خالص تكون محضرة شوية دقيق صغيرين نقفل بيهم شوية دقيق، تحط عليهم نقطتين مية، بقت زي العجينة كده، تاخدي منها الحتة وتقفليها مع الشريط الاخير ده ومقفلاها، تسيبيها في الفريزر شوية، تطلعيها قبل الفطار عشان تبقى حلوة وسخنة ومقرمشة، تطلعيها قبل الفطار ومقلياها. طب عندك شوية لحمة مفرومة نفس الحكاية، ناخد شوية اللحمة المفرومة اللي باقيين عندنا نحطهم بقى، كنت بتعملي بشاميل، كنت بتعملي شوية العصاق بتاع مثلا مسقعة مش عارف اي حاجة داخلة فيها اللحمة المفرومة، وماخداها ومحطة الكلام ده كله، وتلفيها برضو الحجاب ومحطة دي. يا جماعة الحاجات دي انت بتبقى موجودة عندك، ممكن في اي وقت يخش عليك ضيف مش مجهزة اكل كتير، تطلع شوية سبرينج شوية سمبوسك من الفريزر تقليهم، تبقى عاملة حتتين فراخ بانيه برضو حطهم في الفريزر، هنقول الكلام ده كله في الحلقة الجاية، تحط الكلام ده كله ويبقى جاهز عندك ستاند باي. اول ما يجيلك حد، في ناس بتيجي على غفلة، في ناس بتبقى يعني ربنا كاتب لها ان هي تفطر معاكم، فبص لقى نفسك ان انت جاهزة باي حاجة، بالفطار يكون حلو، يكون زي ما بقولوا كده بنفس راضية. فانت النهاردة لو كلت واحدتين سمبوسك مع شوية الكشك الجمال اللي احنا عاملينهم، وخدت لك جنبهم شوية سلطة خضراء، انت والله اكلة بقت مية مية. ان شاء الله بكرة هنعمل اكلة جديدة، واستنونا مع شيف حسن حسونة واكلة على القد، وان شاء الله ان شاء الله راديو 90-90 المتألق مستنيكم بكرة، ما تروحوش في اي حتة، اشوفكم بكرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.